جمعيه الوئام. اخوان واخوات كنشكركم على الحضور ديالكم، وانا جد سعيده بتواجدي معكم في هذا اليوم اللي بالنسبه لنا يعني يوم مميز. بالنسبه للنشاط ديال جمعيه العرائش في العالم كنشكروها بزاف، لان جمعات ما بين الكتله ديال الجمعيات اللي كنسميهم انا النخبه ديال المجتمع المدني. وكنشكر الاخ شاكي بلانجري على هذا الجروب موتور يعني اللي خرج من هذا الاخر وتكونوا هذه الجمعيات وخلانا نبقاو مع بعضياتنا متحدين ما نتفرقوش. وكنتمنوا كما قالت الاخت في ما يكون شي نشاط نكونوا مع بعضياتنا كاملين. وبالنسبه للعرايش انا واخا تطوانيه بنت تطوان خلوق وهذا، ما جيت العرايش عندي 15 عام ودوزت يعني في العرايش اكثر من دوزت في مدينه تطوان، ولا عندي انتماء للمدينه ديال العرايش اكثر من تطوان. درجه اني ملي كنمشي لتطوان كتشد فيني الضيقه وكنقرصني فوقاش نرجع للمدينه.